إلى محورنا الثاني، تواجه ضاحية الملك عبد الله في محافظة المفرق اللي بيقتنعها نحو 30 ألف نسمة تحدي متزايد بسبب غياب مركز صحي لخدمة سكانها. ورغم التوسع السكاني المستمر في المنطقة بيضطر الأهالي وبخاصة الذين يعتمدون على المعونة الوطنية للسير 4 كيلومترات لحتى يوصلوا لأقرب مركز صحي. على مدى 15 سنة عم بيطالب السكان بإنشاء مركز صحي شامل لتلبية الاحتياجات، إلا أن الوعود المتكررة لم تثمر عن أي تغيير. التفاصيل في التقرير التالي. أنا صار لي بحدود 15 سنة وأنا أطالب بمركز صحي، كل ما أراجعهم يا أما بدهم قدح الأرض يا أما يحطوا معضلات، وطلعت على الوزارة عدة مرات وحكيت، واليوم أنا كنت في وزارة الصحة. فهذا المعاناة يعني أنا أود أنه إحنا يعني نشكل فريق ونطلع على وزارة الصحة أو وزارة الصحة تعمل اللجنة ويطلعوا على أرض الواقع ويشوفوا وش معاناة الحي. هذا الحي صار مهوش كبير وشيع، مدينة داخل مدينة وبحاجة لخدمة، ومن الخدمات اللي مهوش يعني نحتاجها وبأمس الحاجة لها إحنا اللي هو مركز صحي، عبارة عن مأساة، وهذا المأساة مهوش يعني كل الناس يعاني منها. اللي ما عنده سيارة يعاني، الباص يعني يروح مرتين ثلاث مقوش بعديها ما تشوفه. هو أكبر تجمع سكاني ويخدم العديد من الأفراد والمواطنين في هذه الحي، لكن يفتقر إلى العديد من الخدمات الصحية، ومنها وجود مركز صحي اللي يخدم أبناء هالمنطقة. وأنتم بالتأكيد اليوم إحنا على غرار الأمراض والعدوى التي تصيب المواطنين اليوم، وافتقار لهاي الاحتياجات اللي بتساهم في التخفيف من معاناة المواطنين في هذا الحي. اليوم إذا إحنا بدنا نتوجه لأقرب خدمات صحية بدك توجه إلى مستشفى المفرق أو إلى مركز صحي المفرق الشامل أو إلى مركز صحي المفرق الجنوبي، وهذا يعد من التحديات اللي تواجه الناس من خلال المواصلات وبعد المسافة وعدم وجود أي خدمات صحية لتغطيهم بهاي المسافة. اليوم واحدة من الاحتياجات اللي احنا محتاجينها بهذا الموضوع انه احنا يكون في مركز صحي شامل لهذا الحي لحتى يغطي المساحة الكبيرة والممتدة اليوم من الحي الجنوبي إلى مشارف ثغرة. نعم، إذن على عاتق مجلس المحافظة أيضا دور كبير جدا لحل أغلب المشكلات الخدمية والتنموية في المحافظات. لذلك ننتقل إلى مراسلنا شادي الوهيبي ليطلعنا على دور اللامركزية في حل مشكلة المركز الصحي. تفضل. نعم رانيا، بموضوع يعني دور اللامركزية أو مجلس محافظة المفرق سيكون معنا بعد قليل رئيس لجنة الصحة في مجلس المحافظة، لكن دعيني أعرج على 4 كيلومتر التي هي تحدثنا عنها، الذي يعني يضطر المواطن هنا في ضاحية الملك عبد الله للتوجه إلى المركز أو أقرب مركز صحي. إذا ما تحدثنا عن 4 كيلومتر هي من منتصف حي ضاحية الملك عبد الله، نتحدث يعني من نصف المنتصف أو من منتصف الحي هي 4 كيلومتر، لكن بأطراف الحي تتجاوز 7 كيلو و8 كيلومتر، وهذه المعاناة يعني لا تقتصر فقط على العائلات القريبة من المراكز الصحية المتواجدة على أطراف هذا الحي، بالإضافة إلى المناطق البعيدة من هذا الحي، حي ضاحية الملك عبد الله. هنا العائلات، الكثير من العائلات التي تتقاضى المعونة الوطنية تضطر إلى السير على أقدامها بأطفالها إن كان بالشتاء بالصيف إلى الوصول إلى أقرب مركز صحي وهو الحي الجنوبي. للحديث أكثر ينضم إلينا رئيس لجنة الصحة في مجلس المحافظة وأحد المواطنين. عطوفتك الله يعطيك العافية. الله إذا ما أستاذ علي، إذا ما تحدثنا اليوم عن دور مجلس المحافظة في تخصيص بعض المخصصات، يعني اليوم إحنا عندنا ما يقارب 30 ألف وما يزيد عن 30 ألف نسمة لهذا الحي، ويعد ثلث مدينة المفرق. الله يعطيك العافية. اولا ضاحيه الملك عبد الله الحقيقه اصبحت مركز صحي من الحاجه الملحه لهذا الحي، كون الحي فيه كثافه سكانيه عاليه جدا، ويوجد فيه من اشقائنا السوريين، حيث انه يتجهون اغلب العائلات سيرا على الاقدام على مركز صحي الحي الجنوبي الذي يبعد تقريبا حوالي 6 كيلو الى 7 كيلو متر من اطراف المناطق. وهذا الحي تقريبا تعداد سكانه يتجاوز 30 ألف نسمة. شفت اليوم دوركم أنتم كمجلس محافظة، يعني إحنا كما نعلم اليوم أن مجلس المحافظة هو من يخصص
هذه المخصصات إن كانت للدوائر التنفيذية كالصحة، الأشغال وغيرها من الدوائر. سيدي نعم صحيح، مركز مجلس المحافظة هو الذي يخصص لهذه المراكز الصحية، ولكن احنا بدنا الموافقة من وزارة الصحة ومديرية الصحة. إذا والأرض موجودة طبعا، في قطعة أكثر من قطعة أرض مخصصة للبلدية، فتكون تشاركية بين البلدية ومجلس المحافظة، ولا مانع من مجلس المحافظة تخصيص مبلغ لإنشاء مركز صحي في ضاحية الملك عبد الله. إذا مجلس المحافظة لا مانع لديه من تخصيص هذا المبلغ، ولكن كما تحدثت أنه الآن العاتق على وزارة الصحة بالموافقة على هذا القرار. نعم صحيح، احنا بدنا الموافقة من وزارة الصحة، واحنا نخصص المبلغ اللي تحتاجه لإنشاء مركز صحي لهذه المنطقة، وكونها بحاجة ومحاجة ملحة جدا. مشكور سيدي. ايضا احد المواطنين هنا يتحدث، الأستاذ علي وهو رئيس لجنة الصحة في مجلس محافظة المفرق، انه لا مانع لدى مجلس المحافظة ان يخصص لمبلغ لبداية في إنشاء مركز صحي يعني يخدم أهالي منطقتكم. نعم، كانت المعاناة ليست وليدة اللحظة، المعاناة كانت ما يقارب من سنوات قديمة، تم التواصل مع مديرية صحة المفرق ووزارة الصحة، ولكن كانت وعود زائفة. يعني من سنوات قديمة كنا قدمنا استدعيات والمديرية وصلنا مع مدير صحة المفرق، لكن كانت وعود زائفة وما حصلنا على نتيجة. هذا قديما. نعم. في الوقت الحالي حاولنا أكثر من على مدير صحة المفرق السابق، تواصلنا معه، لكن الوقت الحالي ما تواصلنا مع مدير صحة المفرق، ونطالب إحنا من وزارة الصحة إنه إنشاء مركز صحي شامل للمنطقة، كبيرة ومعاناتها كبير كمان، ما يقارب 30,000 نسمة وما يزيد، ونعاني من أزمة اللزوج السوري، كانت أزمة كبيرة بالمنطقة هاي، محتلة المركز الأول بالمحافظة، نعاني منها. أشكرك. يعني هنا يتحدث المواطنون وبتشاركية مع مجلس المحافظة أن هذا الحي يزيد عن 30,000 نسمة، بالإضافة لوجود اللجوء السوري هنا في في ضاحية الملك عبد الله، وهو يعد كما قال أنه يعد من الأوائل على مستوى الأحياء قصبة المفرق. إذا توفر المال كما تحدث أيضا رئيس مجلس رئيس لجنة الصحة بالمفرق أو في مجلس محافظة المفرق، أنا لا يعني لا مانع من توفير المال إذا كان هناك موافقة من قبل وزارة الصحة. ننقل لكم الكلمة في الاستديو. نعم بالفعل شادي، نحن سننتقل مباشرة إلى الدكتور فيصل مكحلي وهو مدير مديرية صحة محافظة المفرق. يعطيك ألف عافية دكتور. يعني حسب المتابعة، هل على لائحة الأولويات أن يكون هناك مركز صحي شامل كبير يخدم المواطنين في هذه المنطقة؟ مساء الخير لقناة رؤية على البرنامج القيم الذي تقدمه الوقوف على حل مشاكل المواطنين بالتشاركي مع المسؤول المباشر. سيدتي، بالنسبة لضاحية الملك عبد الله تعتبر أحد أحياء قصبة المفرق. يتم تقديم خدمة الرعاية الصحية الأولية لأهل الحي البالغ عددهم تقريبا حوالي 30,000 نسمة عن طريق مركز صحي الحي الجنوبي. يبعد هذا حوالي 4 كيلومتر تقريبا، وهي تعتبر منطقة ذو كثافة سكانية بالنسبة لمدينة المفرق. كما تبعد المنطقة عن مستشفى المفرق الحكومي حوالي 7 كيلو، عن مستشفى النساء والأطفال حوالي 3 كيلو. علما بأنه لا يوجد قطعة أرض من وزارة الصحة في تلك الأحياء، لأنه حكم يمكن مندوب المجلس المحافظة أنه يوجد قطعة أرض. إحنا لم يصل لنا أي تبرع من أي مديرية أو أي من البلدية أو أي متبرع شخصي عن قطعة أرض. إحنا في بروتوكول نعتمد فيه في وزارة الصحة لبناء أي مركز. أول شيء إنه أن يكون عدد سكان أكثر من 7,000، هذا ينطبق عليهم. ثاني شيء إنه أبعد منطقة عن مستشفى عن مركز صحي وهي لا أقل عن 3 كيلومتر. ثالث شيء إنه بعده عن أقرب مستشفى. وهاي البروتوكول كم من المفروض أن يكون بعده عن أقرب مستشفى حسب البروتوكول؟ 7 كيلومتر. 7 كيلو، وهذا لا ينطبق أو ينطبق على المنطقة. هي المنطقة سيدتي، هي منطقة المفرق تعتبر منطقة كبيرة جدا كمساحات، وهي المنطقة تعتبر مساحة كبيرة. هي بالنسبة لنخذ الأبعاد، أبعاد المنطقة، أقرب منطقة تبعد حوالي 4 كيلو عن المستشفى، وبعد يمكن المنطقة البعد حوالي 9 كيلو تقريبا عن المستشفى. فهي في مقر وزارة الصحة، وأنا بالنسبة لي يعني ما عندنا أي مشكلة. إحنا بالنسبة لطرح المشاريع استحداث لمراكز صحية أو حكومية يقع في صلب عمل مجلس المحافظة. نعم لكن نعم دكتور، بعد إيجاد قطعة أرض
نعم سنتحدث عن قطعة الأرض، لكن بالبداية باعتقادكم ومن خلال الدراسات والبروتوكولات تعتقدون بأن هناك أولوية وحاجة لوجود مركز صحي شامل؟ نعم لهم بحاجة إلى مركز صحي في هذه المنطقة. نعم دكتور فيصل، ما إن توفرت الأرض يعني، وهذا شيء نحن ننتظره من أن يتبرع أحدهم في الأرض، أم أن هناك طرق أخرى عن طريق الدولة عن البلدية إلى آخره؟ سيدي عادة احنا يمكن 70% من مراكز محافظة المفرق تبرع من الأهالي كثر الله خيرهم، يعني هذا كل شكر لهم. واحنا نتمنى أنه أحد الأهالي يتبرع عن قطعة أرض، وعادة احنا نلجأ للبلدية، عادة البلدية لها قطعة كبيرة في منطقة المفرق، فإن شاء الله أنه تقدر تطلع البلدية، واحنا جاهزين برفع هذه المخاطبات لمعالي وزير الصحة ومخاطبة مجلس المحافظة لرفض وتخصيص ميداني لهذا المشروع. طبعا دكتور فيصل من المفترض أن يكون هناك مواصفات معينة لقطعة الأرض، تفضل إذا بالإمكان أنك تحكي لنا إياها. سيد أول شيء أن لا يقل قطعة الأرض عن 3 دونمات، بروتوكول وزارة الأشغال، إحنا بتعرف إحنا هذا العطاء نحيله لوزارة الأشغال عن طريق مجلس المحافظة، أن لا يقل 3 دونمات عن المساحة الكلية، هاي اهم شيء انه المساحه الاكثر والاقل. بعدين الشغله الثانيه احنا يعني الامور اللي لم يراجعني احد مشان هذا الموضوع، انا صار لي حوالي سنه وشهرين في مدير صحه مفرق، لم يراجعني احد من هذا الموضوع، فهمت علي كيف؟ وانا جاهز بالنسبه لي استقبل اي احد من المواطنين او يعني لو ارتقي لوزاره الصحه مشان انشاء هذا المركز. نعم اسمح لي دكتور اسمح لا تفضل. واحنا يعني ان شاء الله ما راح اقصر انا معهم، راح اتصل مع الوزير وراح اكتب انه هاي المنطقه بحاجه ماسه لمركز صحي، مركز صحي اولي يخدم هاي الفئه من الناس لتخفيف العبء على مواطننا وعبء الترقلات الى مركز صحي اخر. نعم دكتور فيصل، بدي انقل ما تفضلت به حضرتك الى مراسلي شادي، الى مراسل رؤيا شادي الوهيبي الموجود في المفرق. شادي يعني لربما هناك نقاط واضحة، دكتور فيصل يقول نعم هذه المنطقة بالفعل بحاجة إلى مركز صحي، وأيضا ذكر بأنه هي أولوية قصوى بسبب كل البروتوكولات التي تنطبق على هذه المنطقة، لكن الناقص اليوم أنه بدنا قطعة أرض. تمام رانيا، بداية يعني كان هناك حديث أن هي هذه المنطقة هي ذو أولوية، وهذا هو الواقع، نحن ننقل الواقع دائما على عبر شاشة رؤية شاشة الوطن. هنا يتحدث مدير صحة المفرق أنها يعني أكد على هذه الأولوية، أن هذه المنطقة من أولويات أن يكون فيها مركز صحي، لكن هنا المشكلة بالنسبة لوزارة الصحة وجود أرض، ولا بد أن تكون أيضا يعني لا بد أن ننوه أن هذه المنطقة بحاجة إلى مركز صحي شامل وليس أولي. إذا تحدثنا اليوم عن الأرض، كيف سيتم تأمين هذه الأرض من خلال؟ الله يعطيك العافية. يوجد فيها أكثر من قطعة للبلدية تم تخصيصها من بلدية المفرق الكبرى، طبعا في التشاركية مع مجلس المحافظة إن شاء الله أنه إحنا حتى رئيس البلدية سعادة ناصر أخو رشيدة هو عضو في مجلس المحافظة، إذا تم أعطاء لوزارة الصحة هذه القطعة مجلس المحافظة لا مانع لديه من تخصيص مبلغ لإنشاء مركز صحي شامل. نعم نعمل تقسيم لهذا لما تحدثت إليه، إذن هنا موجودة أرض، موجودة أرض ممكن تأمنوا أرض كمجلس محافظة وأيضا تخصيص مبلغ مالي لإنشاء هذا المبنى. قطع الأراضي للبلدية موجودة ضمن هذه المنطقة ضمن الضاحية، فإحنا في التشاركية مع البلدية لا مانع لدينا من العمل لإنشاء مركز صحي شامل لمنطقة الضاحية، وهي بحاجة ماسة جدا جدا. إذا يتحدث هنا رئيس لجنة الصحة في مجلس محافظة المفرق أنهم من الإمكان وهو بموضوع أنه توفير أرض، كون أنه رئيس بلدية المفرق الكبرى هو أحد أعضاء مجلس محافظة المفرق، إذا الأرض موجودة كما تحدث، والمخصصات بإذن الله ستكون موجودة. نعم شادي كل الشكر لك. نعم كل الشكر لك ولضيفك الكريم. أختم مع الدكتور فيصل مكاحلي. دكتور فيصل، يعني يتعهد مدير اللجنة الصحية في مركز المحافظة بأنه هم قادرون على توفير قطعة أرض بالتعاون مع البلدية، إذا يبقى اليوم مسألة إجراءات.
سيدتي احنا يجيبوا لنا قوسان الارض اللي بنتبرع فيه، وان شاء الله راح ارفع لمها لوزارة الصحه مشان انشاء هذا المركز باذن الله. ما راح نقصر مع اهلنا وناسنا، يعني احنا يا جلال سيدنا دائما باكد على انه المواطن صحته اغلى ما نملك، واحنا هاي ان شاء الله نقدم الخدمه المثلى لمواطننا، وبناء هذا المركز بالتعاون مع اللامركزيه بين رب العالمين. كل الشكر ان شاء الله. ارفع يعني بكره يمر علي احد الاعضاء يجيب لي صوره عن قوسان الارض او اي شيء، وانا مستعد ارفعه لوزاره الصحه مشان بناء هذا المركز، وانا ان شاء الله راح اتابعه بنفسي ان شاء الله. نعم، كل الشكر لمدير صحه محافظه المفرقه الدكتور فيصل المكاحلي. اذا مشكله اخرى في طريقها الى الحل، حيث يعني تعاونت الجهات المعنيه جميعا من اجل ان يتم بناء وانشاء مركز صحي شامل في المفرقه.